المهم رئيس الديادي تنظر الاخت المهم ترحبوا بالاخت معنا اخوات اخوات المهم لا نقول بالضبط غادي الدار ديال الاتحاد الدار ديال الجميع المستثمرين والوزراء اللي كاينين في المنطقه كامله الدار ديال الاتحاد اللي يشوف الدار ديال كلشي وانتم كلكم واحد الولاده بالنسبه لنا حنايا نقبه اللي نورمالمون توجور ما كنامنوا بالولاده ونتمنى ان هذا الشهر العام ديالكم ديال اليوم يكون بدايه في الولاده انا ما نتمنوش الولاده انكم تكونوا في تنظيم واحد الولاده بالعكس حنا بارك عنا لازم نضغطوا في المطالب ديالكم وكنتوا عندكم مطالب موحده اذا نظمتوا مزيان الضغط ومزيان ان تكون عندكم مطالب موحده ولكن توحدوا ضد العدو ديال الحكومه العدو العدو واحد تعرفوه بالنسبه للمطالب ديالكم الاول خصنا انا كنشوف انا امتحنتوا على بعض المطالب اللي هي عندها صفه مشتركه بيناتكم اذا انا بالنسبه لي اللي يمكن نقول لكم هو مزيدا من الوحده دابا انتم بديتوا الخطوه الاولى ولكن زيدوا قدام طريق الهدى وان شاء الله بيكون الخير والمطالب ديالكم يمكن لها تستجيب وشكرا ما نطولوش عليكم لان انتم والمشير واحد الشهاده اللي فاهمين اكثر مني اذا انا بالنسبه لي غنسمع لكم اكثر من الاول